السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، في حلقة أخرى لمدونة عالم أندرويد 2015. في هذه الحلقة سأريكم حل لمشكلة تصيب كل هواتف الأندرويد، ألا وهي مشكلة توقف الواي فاي لمدة معينة. يتم الإيقاف أوتوماتيك ولا يريد الدخول إلى الواي فاي، كل ذلك عن طريق الذهاب إلى تليفون هنا ونكتب هذا الكود نجمة دياز 0011 دياز. بعد ذلك تضغط لنا هذه الواجهة، نضغط على ميني ثم ويفي هنا كما تلاحظون. بعد ذلك ستلاحظون ان مكان ديزاكتيفي ستجدون اكتيفي كما تلاحظون. كل ما عليكم فعله هو الضغط على ديزاكتيفي هنا، وستتوقف هذه الخاصية التي يقوم بإيقاف الواي فاي لمدة معينة. أن الواي فاي يعمل بكل كما تلاحظون، يعمل بدون مشاكل. هذا كل ما كان عندنا اليوم في هذه الحلقة. لكل من استفاد المرجو وضع لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة ليصلكم كل جديد. كان معكم أخوكم زوين مدونة عالم أندرويد 2015. إلى اللقاء، إلى حلقة قادمة إن شاء الله مع درس جديد.